انت وين؟ شو اخبارك؟ انا كويس، يعني طلعت من فتره من السجن. اسمعيني ليلى، انا لازم اشوفك، الكلام على التليفون ما بينفع. طيب نقلين العنوان، احكي بس انا بحفظه. ايوه طيب ماشي، نص ساعه بالكثير بكون عندك. مع السلامه. أنا ممنونك كثير يا هاني، أنا لولاك كان ما لقيتها بسرعة. ما تحكي هيك، يلا روح. لا لا لا، خليك أنت، بروح لحالي. مثل ما بدك. على ذمتك. عارف انه انا السبب. انت انظلمت، ظلمت. شكلك متغير، كنت مفكره انه بعدك مثل ما انت. وانت كمان كثير متغيره. احكي لي عن اخبارك. بعد ما انسجنت أبوي أجبرني على الزواج من عوني. طب أبوي شو صار معه؟ بالسجن، صار له سنة بالسجن، كتب على حاله شيكات لناس كتير. ما تتخيلي قديش أنا مبسوط عشان شفتك. طول ما أنا في السجن وأنت دايماً على بالي، كنت دايما خايف وقلقان عليك كثير. كنت كثير حابة اجي ازورك، بس عوني منعني اجي عندك. ارتاح ارتاح. أكيد عوني. مرحبا ليلى. أهلا عوني. هذا أمجد أخوي. إيش اللي جابه هون؟ طلع من السجن وحب يجي يزورني. لو سمحت، الله معك. سالي هذا البيت نهائيا. ايوه انا فاطمة، مين عم بيحكي؟ امجد، انا بعرفك اشي؟ انا اسف اذا سببت لك ازعاج، بس انا حسيت انه لازم احكي. الو انت معي؟ ايوه انا لسه معك.
طيب أنا هعطيك رقم تليفوني، لو حبيتي تحكي اتصلي. خذ الرقم. دقيقة شوي. اوكي باي. اسمي امجد. انا فاتن. مش خايف الحارس يجيب لك الشرطه؟ ما بي وقعت منك لما هربت من الشرطة. خليها معك، عندي مشكلة أجي كل يوم أشوفك. صارت سرقة خطيرة. عادي، السرقة من طبع البشر. انسرق ملف شركة بهمنا أمرها. والملف؟ والملف مش معه. خليهم يتعاملوا معه لحد ما يسلم الملف وبسرعة. يتعاملوا معه حتى يسلم الملف وبسرعة. أوامر أخرى؟ أكيد أنت صاحبه لهاني مش هيك؟ أيوه أنا صاحبه. طمني، في أخبار جديدة عنه؟ لا، بس أنا جاي لهون حتى أعرف إذا في حدا يعرف إشي عن الجماعة اللي خطفوه. حسب معلوماتي الشرطة نفسها ما بتعرف إشي. الشرطة ما بتعرف معلومات إلا المعلومات اللي أعطتهم إياها. طيب، بقدر أعزمك على فنجان قهوة؟ ماشي. تفضل. تفضل. قبل يومين حكى لي هاني انه بده ينشر موضوع كسر الدنيا. فكرته بمزح مثل عادته وما اهتميت بكلامه. انا لما حكى لي
فهمت منه انه الموضوع اللي بده ينشره خطير وفي ناس كثير رح تتضرر منه. طيب ما حكى لك اي شيء ثاني؟ لا ما حكى لي، بس كان في معاه ملف فيه اوراق، وعلى ما بظن انه هاي الاوراق بتكشف الناس اللي حكى عنه. طيب الملف وين؟ مش عارف، بس وين بده يكون يعني؟ اكيد بده يكون في البيت. في البيت؟ شو بتستنى؟ يلا يلا. أنا حبيبتي لا تهتمي، هدول مش أكتر من فيران، أحلامهم أكبر من إمكانياتهم. حتى لو كانوا فيران مش لازم نهملهم. الحق معك، عشان هيك مش لازم الملف يضل معهم. تابع الموضوع. خالتي مين عمل فيكي هيك؟ لا تخافي هلا بفك. ثلاثة هجموا على الدار، الواحد فيهم مثل الدور، قلبوا الدار فقالي تعتاني. ألف سلام عليك يا خالتي، سلامتك. اهدي خالتي، اهدي اهدي. تفضلي خالتي اشربي ماي. يسلموا ايديك يا خالتي. طب الجماعة هذول دخلوا البيت وقلبوه ما خلوا اشي محله، وهم طالعين شفتيهم أخذوا اشي معهم؟ ما شفت يا خالتي، ما بعرف، ربطوني وحبسوني بالغرفة، ما بعرف شو سووا. طيب خالته، لو شفتي هدول الناس بتقدري تتعرفي على أشكالهم؟ طبعاً يا خالتي، بطولهم لو كانوا بين مليون واحد. لا لا لا، الموضوع هيك كثير صار مقلق، أنا فعلاً قلقان على هاني. معك حق، ناس بتصرفوا بهذا الشكل لا يمكن يكونوا ناس عاديين. لا واضح إنهم ناس مجرمين ومش هامهم أي إشي. أنا مش خايفة على ابني هاني، هاني ابني قد حاله وبركن عليه. بس يا خالتي انتي ما قلتي لي انتي مين؟ انا سلوى، زميلة هاني في الجريدة. الله يرضى عليكي يا خالتي.
أنا بقول إحنا لازم نلاقي الملف وبسرعة. لو الملف موجود في البيت أكيد بيكونوا أخدوه، لأنهم مش مخليين مكان إلا وما فتشوا فيه. ملف إيش اللي بتحكوا عنه؟ الملف اللي بيدين الجماعة اللي خطفوا هاني. طب خالتي ما عندك أي فكرة هاني وين ممكن يخبي الملف؟ كان زمان لما بده يخبي مني اشي يربطه بحمية الشبه. طب تعالوا 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 افتحوا. يلا يلا. هاي الاوراق بتخص شركة النهضة وبتثبت انه هاي الشركة هي اللي استوردت حليب الاطفال اللي اكتشفوا انه متأثر باشعاعات ذرية. مش هاي الصفقة اللي قالوا انه واحد اجنبي دخلها للبلد؟ ايوه خالته، واضح انه كان هذا ملعوب منهم حتى ما يكونوا مسؤولين قدام القانون، بس هاي الاوراق بتدينهم لانها عباره عن نسخ العقد مع الشركه اللي استوردوا منها الحليب. بس انا مستغربه كيف هاني قدر يحصل على هيك اوراق مهمه. مش عارف، بس ما انت عارفه هاني كويس، اذا حط راسه في اشي لازم يعمله. شو رايكم شو لازم نعمل؟ شو بدها سؤال؟ هالي ورق لازم توصل للشرطة. شو رأيك يا أمجد؟ أنا من رأيي لا، ما نبلغ الشرطة، لأنه احتمال إذا بلغنا الشرطة يعملوا إشي مع هاني. أنا بقول خلينا نستنى شوي نتروق. قصدك يعني نساومهم على الأوراق؟ آه طبعاً، حياة هاني أهم من أي شيء تاني، ولا أوراق ولا إشي. طيب شو بضمن لك إنه بعد ما ياخذوا الأوراق ويأمنوا حالهم يعملوا فيه إشي؟ كلام خالتي أم هاني مزبوط، لأنه هاي الناس مش مضمونة. طيب انت بتعرف عنوان الشركة كويس؟ لا، بس هاي مش مشكلة، بنسأل. اوعى تقول لي انك بدك تروح لهم. ضروري ضروري اروح لهم، لانهم اذا عرفوا ان الملف مع شخص ثاني راح يتركوا لي يعني. ايوه، بس انت هيك بتكون ورطت حالك، واحنا عمليا ما بنكون استفدنا شيء. انت بس ما تخافي، ما تقلقي بالموضوع، اعملي اللي اقول لك عليه، هاي التليفون جوا، روح اتصلي واعرف عنوان الشركة وين. بصراحة انا ما بنصحك، واضح انه هاي الناس ما بلتعب معها. انت بس اعملي اللي قلت لك عليه. ماشي مثل ما بدك. بس اللي حكته سلوى مزبوط، بلاش نكون بواحد ونصير باثنين. يا خالتي ما تقلقي علي، ما تقلقي بالمره. كيف ما اقلق وانت بدك تروح لهم برجليك؟ يا خالتي هاني صاحبي وصديق عمر، مش معقول يعني اشوفه في محنته وما أعمل إشي. طيب يا خالتي دير بالك على حالك، الله أعلم إنك بمعزة هاني ابني. عارف يا خالتي عارف، عشان هيك أنا بعتبر هاني مثل أخوي، وإنتي كمان مثل أمي الله يرحمها، عشان هيك لازم أعمل إشي.